كنت بقول لك يا هاني هاخذك لموضوع في كل عام ومع بداية السنة الأكاديمية بيتكرر الحديث عن مشكلة التنمر والانتهاكات اللي بيتعرض له الأطفال في المدرسة واللي يعني مرات كثيرة بتوصل للأذى الجسدي. اليوم رح نتكلم إيش اللي ممكن تعمل الأسرة لطفلها في مثل هذه الحالات وإيش هي الإجراءات القانونية اللي بيلجأ لها أهل الطفل اللي بيتعرض للتنمر. حنستقبل معانا المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. اهلا بك دكتور ماجد، نورنا في صباح الخير يا عرب. اهلا وسهلا صباح. زي ما قلنا دكتور، بدايه كل عام دراسي واحنا دوبنا بدانا العام الدراسي بيصير حالات تنمر. كيف اصلا ممكن نعرف التنمر اللي بيصير في المدرسه؟ ايش هو التنمر؟ يا سلام، احنا عشان نعرف التنمر عشان الناس تفهم. التنمر هو الاعتداء من احد اقوى من الثاني او التعرض له سواء باللفظ او الجسد او غيره. ليش قلنا احنا اقوى؟ لانه علشان نخرج لما اثنين طلاب مع بعض كبار يتضاربوا لاجل شيء معين، هذا ما نقدر نسميه تنمر. وعشان نصحح الصوره الذهنيه عند الاخرين، لانه مثلا كلمه تنمر زي كلمه وسطيه الان، كل يدعي انه انها تنمر. يا سلام عليك. فهذا الشيء لابد اننا نخرج ونقول لا، التنمر هو الاعتداء من احد اقوى، مثلا ثلاثة الطلاب على طالب واحد التنمر. او احد اقوى من احد طالب احد اطول احد اقوى جسديا. نعم، اي فارق في ميزان القوى بين هذا الاثنين هذا يعتبر تنمر. طيب وايش الالفاظ او الاسلوب اللي ممكن يصدر من الشخص لو كان اقوى ولا اطول ولا عدد نعتبره تنمر؟ شوف، لابد ان نفهم ان التنمر هو غالبا ما يكون شيء في نفس الانسان. أوكي. تمام؟ مثلا يعايب على خلقه او يعايب على كلماته او يعايب على شكله او يعايب على مثلا احد قصير يقول له قصير يا قصير سمين مدري او غيره من هذا اي شيء يعني في الشخص اي شيء تنمر. هذا التنمر ليش وضعت كل هذه القيود علشانه؟ لان تاثيره في حالته خاصه في المدرسه مضاعف لسببين، السبب الاول ان هذا طفل، السبب الثاني لانه في مجتمع توه ناشئ كمجتمع مصغر للمجتمع الكبير. فإذا سمحنا بوجود التنمر هنا بينتشر عند الكبر. طب لو نيجي فرقنا بين التنمر داخل الصف وداخل أدوار المدرسة أسوار المدرسة. عفوا، ولو خارج المدرسة داخل الصف دائما المسؤول عنه المعلم، لأنه المفروض أنه ما يكون الصف بدون معلم إلا في وقت الفسحة. تمام، فالمعلم هو اللي مفروض انه يضبط الفصل ويعالج اي تنمر بين الطلاب وكذلك ينتبه من انه هو يكون متنمر بحيث وهو ما يدري. بعض الطلاب انت كسول، انت ما تفهم، او انه بس معلش دكتور، طب لو المعلم متنمر مين حيعرف؟ مين يعني الاطفال لو صغار ما حيروحوا يشتكوا على المعلم؟ هنا يجي دور الاسره انك انت تعلمه حقوقه، انه ما في ممنوع ان احد يتكلم عليك باي شيء سيء. اوكي، من يوم هو طفل حتى يكبر. علموا اولادكم انهم لهم الحريه ولهم حق الاختيار، ولا احد يتجاوز حده في الكلام معهم او اللفظ او غيره. فلو رجعوا الاطفال للاهل في البيت كلهم أي شيء الأهل ممكن يأخذوه. يا سلام عليك، لذلك لازم نسمح لأطفالنا أن نسمع منهم، وكذلك نقطة مهمة إذا سمعنا منهم ما نصدقهم على طول. ما نصدقهم، نأخذهم المدرسة نتأكد ولا نسأل زيادة؟ نسأل زيادة نتأكد من كلامهم، لأنه مشكلة الأطفال عندنا الآن أنه ممكن هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يكون سوى غلط مثلا، ممكن سوى غلط أو كذا. فأنت أعطي الأمانة لطفلك وعلمه إله حق، كذلك إذا تم الاعتداء عليه لا تروح أنت لست جهة مختصة تروح بنفسك وتدخل الفصل وتتكلم مع الطالب الطفل أو لا، لأن هذا مردوده غير جيد. تروح لإدارة المدرسة، إدارة المدرسة في مثلا في السعودية وفي كل المناطق عندها قواعد اللي هي المواظبة والسلوك وقواعد الإجراءات، أكثر من 70 صفحة كلها تتكلم عن جميع الأشياء اللي ممكن تصير جوا المدرسة وكيفية التحقيق معها، وهل تحتاج إلى جهات مسؤولة إذا كان في اعتداء جسدي أو مضاربة أو شيء يحتاج إلى تدخل الجهات الأمنية. فمين الجهات المسؤولة وكيف ممكن يدخل؟ الآن هنا عندنا المعلم، مدير المدرسة، الإرشاد الطلابي، وفيه لجنة هي لجنة للانضباط كذلك في داخل كل مدرسة، هي التي تحدد هل هذا الموضوع يستدعي تدخل الجهات الأمنية أو لا. لو تدخلت الجهات الأمنية ستأخذه إلى مركز الشرطة،
ثم إلى دار الأحداث، لأنه طفل أقل من 15 سنة إذا كان الموضوع يستدعي يعني. إيه، وهنالك في النيابة قسم خاص للأحداث سيتم معالجة هذه الأمور كاملة. طب هذا نتكلم داخل الصف، هل يختلف عن خارج الصف أو خارج المدرسة؟ نفس في الحرم المدرسي ينطبق عليه نفس اللي في الصف، فيه مشرف للفسحة تمام، وهم اللي يراقبون جميع التصرفات ويمشون. لكن لا ننسى احنا انه ترى الاطفال غالبا يصير بينهم مشاكل، غالبا بينهم بعض الكلمات. احنا ماذا نتكلم؟ عن ماذا؟ عن المتكرر، عن المؤثر، عن الاشياء. يعني يجيني واحد يقول والله كل ما جاء ولدي قال كذا وكذا وكذا. طيب يمكن ولدك هذا انسان بثر احنا نسميه، او مزعج، او انسان غير جيد، او هو يتلفظ او يسوي حركات. تأكد من هذا كامل، بعدين اطلع للمدرسة وتكلم معهم. المدرسة ستأخذ حقك. لما يكون في حق لا آخر، في اعتداء جسدي، في شيء ممكن أنه كذا، سواء في المدرسة أو خارج أسوار المدرسة، تستطيع أنت أنك تتقدم ببلاغ للشرطة وتتكلم أن هذا حصل، هذا الاعتداء. ستقيم النيابة أو المحقق في النيابة سيقيم هذا الوضع، هل هو يستدعي حق عام واتخاذ الإجراءات، أو يحفظ قضية ولك الحق الخاص في رفع الدعوة. هذه الثقافة اللي مفروض أنها تنتشر بيننا، أنه نعلم أولادنا أنه لا أحد يعتدي عليك ولا تعتدي على أحد، وكذلك نعلمهم أنه ترى النظام والقانون يحفظ حقك ويحفظ حق الآخرين. يعني بس المفروض ما نطنش أبدا لو لاحظنا أي شيء يعني مختلف على أولادنا. صحيح، لأنه التطنيشك المرة الأولى، المرة الثانية يا يخليه يخضع وهذه مشكلة كبيرة، يا يخليه يصير عنده ردة فعل أخرى قد لا تحمد عقباها. أنا كنت حسألك دكتور، أختم معك بي صح، خلصنا الناحية القانونية، لو نبغى نقول التأثير النفسي على الطفل من بعد التنمر، سواء من الأطفال التانيين أو حتى من المعلمين. دائما احنا سبب مشاكلنا هذا التنمر، التنمر الموجود في السوشيال ميديا أغلبه بادي من عندنا من المدارس، لأنه ما في انضباط. فلما في المدرسة يكون فيه معلم وفيه قوة، لكن في السوشيال ميديا ما يكون فيه، فيكون ما يعرف، لكن في أنظمة أخرى سبق وتكلمنا عنها تكون رادعة جدا. لذلك نقول لكل متنمر داخل الفصل أو خارج الفصل أو في داخل المدرسة، سواء معلم أو غيره، ترى الأنظمة عندها عقوبات شديدة ورادعة جدا لهذا الموضوع. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا لوجودك معنا. والآن مشاهدينا حنشوف بعض النصائح والإجراءات المتخذة ضد المتنمر.